المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في الأراضي المقدسة رئيس الأساقفة بير باتيستا باتسبالا القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة سيدة الكرمل للاتين في منطقة الهشم الشمالي بعمان، بحضور راعي الكنيسة الأب فرح بدر وعدد من الأباء الكهنة وجموع من أبناء الرعية. المزيد في هذا التقرير. استقبلت رعية سيدة الكرمل للاتين في منطقة الهاشم الشمالي بالعاصمة عمان رئيس الأساقفة بير باتيستا باتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في الأراضي المقدسة لتكون زيارته الرعوية الأولى للكنيسة. كان في استقبال سيادته كاهن الرعية الأب فرح بدر وراعي الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأب فراس دردر والأب جهاد شويحات وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور حشود من المؤمنين، حيث علت أصوات الموسيقى الكشفية لدى وصول سيادته مقدمين له العباءة الأردنية والشماغ المهدب ليرتديهم سيادته بكل فرح أثناء المسيرة الكشفية وصولا لمبنى روضة البطريركية اللاتينية في المنطقة، حيث افتتح سيادته المبنى الجديد مكرسا إياه بالماء المقدس بحضور مدير عام مدارس البطريركية الأب وسام منصور. ومن ثم التقى سيادته بأبناء الرعية خلال حديث ودي استمع خلاله لطلباتهم واحتياجاتهم في الرعية، وبعدها توجه سيادته برفقة الآباء الكهنة والجموع للكنيسة حيث ترأس الذبيحة الإلهية فيها بمشاركة جوقة الرعية. وفي بداية القداس قدم الأب فرح بدر كاهن الرعية كلمة شكر من خلالها سيادة رئيس الأساقفة على زيارته الكريمة والبهية للكنيسة وافتتاح المبنى الجديد للروضة ومنح سري المناولة والتثبيت 38 طفلا وطفلة من أبنائها. وعقب كلمته قدم الأب بدر باسم الرعية لوحة فسيفسائية مرسوما عليها صورة المدبر كعربون حب وتذكار له. وفي عظة القداس التي ترجمها الأب إبراهيم الشوملي تحدث المدبر الرسولي عن فرحته بوجوده بين أبنائه في منطقة الهاشمي وعن غبطته بترأس الذبيحة الإلهية بينهم، وتحدث عن الألم في حياتنا وكيف بإيماننا أن ننتصر على الضيق والألم وأن نعيش بمحبة خالصة مع السيد المسيح، ووجه جانبا من العظة للأطفال شارحا لهم أهمية المناولة الأولى لهم وعن قدسية هذا السر العظيم الذي سيحيا في نفوسهم طوال حياتهم، حاثا سيادته الأطفال على الالتزام بالكنيسة وخدمة أسرارها. وبعد العظة المقدسة دعا الأب جهاد شوحات الأطفال لتجديد مواعيد العماد، ومن ثم رفع المدبر الرسولي سر الإفخارستية على نية الرعية وأطفالها ليمنحهم المناولة الأولى من جسد ودم السيد المسيح بكل فرح وسلام. كيف لا ترضي يا إلهي أن أكون لك للدواء، أنت روحي حياتي رجائي، أنت كلي وكل الأنا، أما الآن بدون الغلال
من تعدى أضحى فريسة للذنوب وكل وبال. أما الآن كي يبان أنني للإله أمين، من فمي قد حلفت اليمين. وفي الختام التأم الأطفال والجميع حول سيادته لأخذ صورة تذكارية بعدسة نورسات.